مساء الخير، مساء السعادة، مساء الحب، مساء الرسائل الحلوة، وأهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم رسائل. معاكم دعاء الخطيب وعلي محي الدين. أهلا بيك يا علي. أهلا بيك يا دعاء، ومساء الخير على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا، وإن شاء الله نقدر نقدم محتوى قوي ورسالة مميزة. ولأن حياتنا كلها عبارة عن رسائل، فإحنا اخترنا برنامجنا يكون اسمه رسائل. في حياتنا رسائل كتير جدا، في منها رسائل بنقدر نقدمها بشكل مباشر، وفي منها رسائل بنقدمها بشكل غير مباشر. في حياتنا رسائل كتير جدا، في منها الرسائل الحزينة وفي منها رسائل سعيدة، وعشان كده اخترنا رسالتنا النهاردة رسالة تكون مميزة. رسالتنا النهاردة بتتكلم عن ايه دعاء؟ رسالتنا النهاردة وعنوان حلقتنا عن رسالة الكفاح. كفاح الناس البسيطة اللي في الشارع، اللي بتنزل وبتشتغل وبتواجه كل الظروف الصعبة وكل المواقف وظروف حياتهم الخاصة، وبيتحدوا كل ده ومكملين وأقوياء، وما بيقولوش غير كلمة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله في السراء والضراء. قد إيه الناس البسيطة دي مثال يحتذى به لكل فئات المجتمع. عشان كده احنا نزلنا الشارع وبدأنا نعيش معاهم اليوم وتفاصيل حياتهم، بيبتدوا ازاي، بيعملوا ايه، بيواجهوا المشاكل اللي بتقابلهم ازاي، وبدأنا نصور معاهم. معنا تقارير كتير جدا النهاردة مميزة. خلينا نبدأ بأول تقرير يا علي مع سيدة الدائري منورهان، ونرجع نعلق عليه. يلا خلى حضرتك تبقي موجوده في المكان ده؟ انا وقفت الوقفه دي علشان خاطر جوزي اتخلى عني، اتخلى عني في عز ما انا كنت محتاجه له، اتخلى عني. كنت في المستشفى بول القيصري، وجوزي سابني ومشي تاني يوم مع واحده صاحبتي، وراح اتجوزها بعد 5 سنين. بعد ما نورهان بقى عندها 5 سنين جه سال عليها. ايه القمر ده؟ انت بتساعدي ماما؟ كل يوم؟ توقفي من الساعه كام هنا؟ الفجر. الفجر؟ بتصحي من الفجر؟ انت في سنه كام؟ تانيه. انت ايه رايك في ماما؟ حلو. طب تحبي تقولي لماما ايه؟ قولي انا بحبك يا ماما. ماما بتجيب لك الحاجات اللي انت عايزاها؟ طب انت نفسك في ايه؟ نفسي في عروسه. عروسه؟ ايه تاني غير العروسه؟ بس كده؟ بصي، هي دي حاجه كده، هديه بسيطه لنورهان. ماشي، ده الحاف ليكي ودي الملايات بتاعتك. اوكي، مبسوطه؟ مبسوطة؟ طيب، وهنجيب لك العروسة المرة الجاية، خلاص؟ ماشي يا نورهان؟ ماشي. اوكي؟ كل الناس اتخلت عني، كل الناس اتخلت عني، حتى اخواتي برضو اتخلوا عني. انفصل بقالي 8 سنين، عمر ما وقفت مع راجل ولا عمري كلمت راجل وبصلي وعارفة ربنا عيطيش. طيب انا ليا 5 سنين من ساعه ما ماما توفت، ما فيش حد من اخواتي بيجي عندي ولا حد بيسال عليا، عشان كده بصعب عليا نفسي وبتضايق. عايز تقولي حاجه يا نورهان؟ قولي. بصي الكاميرا. انا بحبك يا امي ومش قادر استغنى عنك خالص. طب هاتي بص، ادي لماما بص. طبعا السيده ام نورهان مثال جميل يحتذى به كل سيدات المجتمع. قد ايه سيده جميله بتكافح علشان تربي بنتها وتعلمها. يا ريت اي حد عايز يساعدها يتواصل معانا على صفحه البرنامج او على ارقامنا اللي ظاهره على الشاشه. جميله جدا السيده ام نورهان، وبنتها اجمل بكتير ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها ويبارك لها فيها. خلينا نشوف بقى تقرير تاني مع سيده الفول ونرجع نعلق عليه. يلا عايزه بقى اتعرف عليكي. نعم، محمود بسيوني. شفتك بقى وانتي شغاله هنا بتبيعي الفول والطعميه، عاوزه اعرف بقى ايه يعني بتشتغلي الشغل ده ليه؟ بشتغل عشان بكافح وبشوف مثلا حياتنا ودنيتنا، عشان الدنيا مخبطه معايا وكان لينا مكان وانا واحده انسه، فبكافح عشان نعيش بس. بتشتغلي من امتى الشغلانه دي؟ الشغلانه دي انا بقالي بتاع يجي 25 سنه. بتكسبي منها كويس؟ مش قد كده بردك، بس هي ماشيه معانا المعيشه شويه. جبت قروض عشان اجيب اكافح بيها، وعشان اجيب حاجه اكل عيش واشتغل بيها واطلع امارس في الدنيا انا ووالدتي. معايا اخويا عاجز، يعني اكبر مني بسنه ولا بسنتين، ورجليه عاوز عمليه بدري، وادينا بنصرف عليه. الواحد يعني العمر كله شقيان وتعبان، والحمد لله الواحد بس بيشكر ربنا، بس اللي يجيبه ربنا كويس. طب انت سديتي القروض دي؟
لا والله انا لسه جايباها يعني يعتبر قريب ما بقاليش شهرين. احنا في هديه بسيطه من شركه ورد عايزين نقدمها لك عشان انت ست قويه وناجحه وحاجه جميله جدا. كل خير ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. الف الف شكرا. اللي احنا عاوزينه بس تقفوا جنبنا المكان بتاعنا بس مش اكتر. احنا عايزين نفرحك وبس. ليك يا حبيبتي الله يبارك لك ويكفيك شر المرض ويكفيك شر المرض. والدتها بقى. امها. انت بتنزلي معاها الشغل كل يوم؟ ده احنا بتقولك ده احنا من الساعه 3 بنبقى صاحيين. بتجهزوا الحاجات. بتنجان وشويه بطاطس وشويه شاي. مش لما اشتغل واجيب قرش بالحلال احسن ما نعمل حاجه وحشه. دي لقمه عيش عايزين ناكلها بالحلال بس مش اكتر. ربنا يعني. يقويكوا يا رب. الله يخليك. طبعا زي ما شفتوا سيدة الفول ووالدتها ازاي بيكافحوا ازاي بيتحدوا حياتهم الصعبة رغم وجود ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم الا انهم بيواجهوا كل ده وبيصرفوا على البيت ومش زعلانين من حاجة زي كده. ولكن المشكلة اللي بتقابلهم ان هم كان معهم تصريح بكشك وبسبب ظروف البناء تم هدم الكشك ده. فهم محتاجين ان هم يرجعوا يبنوا الكشك ده علشان يقدروا يرجعوا شغلهم زي الاول. طبعا زي ما بنقول ان احنا بنعرض التقارير دي عشان لو حد يقدر ان هو يساعد الناس دي فيتواصل معانا على صفحة البرنامج او ارقام التليفونات بتاعة البرنامج واحنا هنوصله بالناس دي شخصيا. قد ايه الست المصرية جميلة جدا؟ قد ايه؟ جدا. الست المصرية اصلا قوية جدا. طب خليني ناخد تقرير كمان مع عامل نظافة قابلناه بالصدفة في الشارع. يلا بينا. يلا بينا. نتعرف بيك؟ محمد عبد العزيز جات. منين يا محمد؟ من اشمون منوفيه. وايه اللي جابك القاهره؟ شغل. استاذ محمد يعني ايه اللي خلاك تشتغل الوظيفه دي مع انها شغلانه صعبه جدا وشغلانه مش اي حد يتقبلها؟ اولا انا معايا دبلوم تجاره. ما شاء الله يعني متعلم. ومفيش كل ما اروح شركه يقول لك 1200 جنيه في الشهر. طبعا 1200 جنيه انا راجل متزوج معايا اسره مكونه من 4 افراد غير زوجته وانا. طبعا 1200 جنيه ما يعملوش حاجه زي ما انت عارف في الغلو اللي احنا فيه ده. في ناس كتير بتمد ايديها وتشحت تتسول. ما ينفعش البني ادم شويه دم. هو مش احسن مني اللي هيقول لي كلمه تحرجني. انا شغال في الزباله بس انا مبسوط يعني مرتاح نفسيا احسن ما امد ايدي لحد. طب انت عايز تطلب اي حاجه او محتاج اي حاجه؟ والله انا نفسي ابطل شغلانه الزباله واشتغل شغلانه حكومه بصراحه. احكي لنا عن حياتك. انا راجل متزوج معايا 4 بنات. اول كبيره في سنه 4 ابتدائي والثانيه ده في سنه اولى ابتدائي والثالثه والرابعه لسه صغيرين. طب واحنا من خلال البرنامج بنقدم لك حاجه بسيطه للاولاد. ده لحاف اطفال عشان الشتاء ودي طقم الملايات بتاعته واحنا مبسوطين بيك. خليني اخد من اخر كلمه قالها خلينا عندنا دم. قد ايه شخصية متسامحة مع نفسه جدا جدا. قد ايه شخصية عايز يجتهد وعايز يوصل لمكانة احسن رغم ان كل الظروف اللي حواليه بتقول عكس كده. شخصية زي محمد احنا ليها كل الاحترام والتقدير. حقيقي احنا محتاجين اي حد يقدر يساعد محمد في وظيفة يقدر يتواصل معانا على صفحة برنامجنا رسائل او على ارقامنا اللي ظاهرة على الشاشة. طبعا هي مهنة صعبة جداً ومع جداً. ذلك هو مش متضايق من حاجة زي كده. عنده تسامح مع نفسه غير طبيعي وعنده عزة نفسي غير طبيعية. جميل جدا. جميل جدا. طب خلينا بقى ناخد اخر تقرير معانا تقرير عم سلامة ونرجع مرة تانية. يلا بينا. مين اللي عمل لك الكشك ده؟ أنا اللي عملته. دفعت 6000 جنيه عامل بكاردو معايا ورق بالكاردو. انت محتاجه؟ اللي محتاجه بس يعملوا له الكشك واكل منه عيش وبس. معايا كل حاجة رسمي. يعني هو الكشك ده رسمي؟ رسمي. ما عنديش حاجة افتح بقى قاعد وعاجز وادي دراعي اعوج ورجلي مكسورة ومرات مرمية في مستشفى الخنكة بيطلعوا بيدينوا علاج شهري من كل الالام اللي احنا عايشين فيها انا وهي يعني جنة. كنت شغال عند الدكتور خالد بن جمال عبد الناصر. الدكتور خالد بن جمال عبد الناصر ومونة وهودة. انا اشتغلت مع جميع الوزراء وانا شاب. اشتغلت مع اشرف مروان جوز المدام منى واولاده كلها واشتغلت عند الدكتور فتحي سرور سنين من السنين.
يعني كنت كويس. الناس اللي حضرتك اشتغلت معاهم قامة كبيرة الوقت داخل على 68 سنة، فاضل لي سنة واحدة وتم 70 سنة. ربنا يديك طول العمر وصحة. أنا شاب الكلام ده من 40 سنة حتى يعرفوني. اشتغلت مع الدكتور أحمد ابن الدكتور أشرف مروان، الدكتور أحمد هناك في المجمع الخامس. بس فين بقى الكلام ده من زمان؟ كل يوم كنت بجيب الجرايد لما كانت بتيجي عندنا، اقعد طول النهار شوف السياسة والرياضة. رياضة شوية كنت حب رياضة موت. بس تشجع أهلي ولا زمالك؟ لا طبعا أنا أهلاوي، واشتغلت عند الأستاذ عادل قيعي كمان في بيه كمان كابتن عادل قيعي. واشتغلت في الاتحاد العربي، اشتغلت مع القامة الكبيرة في البلد. ودلوقتي مش حرام لما اشتكي ربنا للعبد أقول مش لاقين؟ لا الحمد لله نحمد ربنا على اللي احنا فيه، واحنا أحسن من غيرنا نحمد الله. في احتمال أملكه على ابني لغايه ما سيب كل حاجه فقدتها بسبب ابن دي 37 سنه، وتوفى بعد ما بعت ما املكه البطانيه اللي كنت بتغطى بها انا ومراتي. بعنا كل حاجه عليه، واخر حاجه رجلي الاثنين اتقطعت، وقعد 5 سنين بعد رجله ما اتقطعته، بس كان خلانا بننام على الارض. عم سلامه من اكتر الناس الصبوره اللي قابلتها في حياتي، فضل صابر على مرض ابنه 37 سنة ومع ذلك بيقول الحمد لله زي ما انتوا شايفين. فحقيقي شخصية جميلة جدا. هو كل اللي محتاجه ان هو محتاج حد يمده بالمنتجات للكشك بتاعه عشان يقدر يصرف على بنته واولادها اللي عايشين معاه. عم سلامة رجل اهلاوي ولازم كلنا نقف جنبه. انت عشان اهلاوي بقى. دي حقيقة. طيب بما ان حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الكفاح، خلينا نستقبل استاذ محمد الشريف، رجل بدأ من الصفر وصل لشركة ورد هوم كوليكشن للمفروشات. بس قبل ما نستقبل الأستاذ محمد شريف خلينا ناخد تقرير. قبل ما ناخد التقرير بس عايزة أقول للناس حاجة مهمة جدا، إن الهدايا اللي احنا وزعناها على الناس النهاردة في التقارير دي مقدمة من أستاذ محمد الشريف من الشركة بتاعته، وهو حب إن هو يساعد الناس دي أو يفرحهم بحاجة بسيطة، وفعلا هو ساعدنا في حاجة زي كده. دي حقيقة. طب ناخد التقرير ونرجع نستقبل الأستاذ محمد. اهلا بيك استاذ محمد، نطلع نشوف الناس. لا ايه بقى هنا المكان هنا اللي هو للتصنيع الشغل. شغاله هنا من امتى؟ ليا 3 سنوات. طب ايه طبيعه شغلك؟ ايه التسريحات والنشط من الحاجات ديت؟ يعني مفارش. مفارش اللي هي السفره، ومفارش اللي هي الستان ديت. ايه بتشتري من هنا ولا ما بتاخديش منتجات المكان؟ لا المنتج جميل عشان كده بناخد منه احنا. انا ليا 10 سنين معاه كويسين الحمد لله، واستاذ محمد الشريف يعني راجل محترم جدا. كلمينا عن طبيعه الشغل اكتر. شغاله الوقت كده في الطقم الحته اللي هي الطويله بتاع التسريح دلوقتي احنا شغالين فيها، وتخلص الطقم على بعضه وبعد كده بروح التشطيب. كده التشطيب بقى هنا على الترابيزه. قايل لنا بقى من الاول كده ورينا بتعمل ايه. بنحط السكنه دي نفرش. ده مفرش ايه؟ ده مفرش ترابيزه، نحط عليه كل كده ونظبطه حلو. طب شغل التشطيب ده سهل ولا صعب؟ لا في حاجات صعبه وحاجات بردك كده. يعني اصعب حاجه بتقابلك ايه؟ اللي هي الجبيره اللي هي اللي احنا بنشطبها وبنعملها مثلا بالمكوه زي كده. انا بقى حضرتك المكان اللي هو بيتشطب فيه الشغل وبيجهز خالص. نمسك المفرش كده نشيل الزيادات دي. استاذ محمد برده الله يبارك له يعني هو فاتح بيوت ناس كتيره. انا هنا بشرف على الشغل بعد ما بيشطبوه وبشوف ان كان في عيوب برجعه. هنا في التشطيب في غلطات بترجع، وبعد كده بيروح على المكوه ويجي ويطبق ويكيس. لازم الشغل يطلع حاجه حلوه عشان الاستاذ محمد برضو الراجل كويس معانا، ونطلع له الشغل انتاج نظيف عشان ايه ما حدش يتكلم عليه. وكمان الاستاذ محمد بقى بيشجعنا. هنا دلوقتي الجزء اللي هو فيه القص وتجهيز الشغل من البدايه. يعني قول لنا ايه طبيعه الشغل عليها او كده؟ هو تركب عامه، بتركب الماس. ورينا وانت بتاع. ماشي. هنا بتشتغل عامه لولي تمام، فبنمسك الحته ونظبطها. خلي بالك لها اللولي دي. هنا المكوى الشغل بيتشطب وبيتخلص وبيجي على المكوى، وبعد ما بنخلصه بنكويه لو في اي عيب بيرجع تاني على الشغل. فهمني بقى طبيعه الشغل عليها عباره عن ماشي. هو طبيعه الشغل عليها حضرتك اللي مثلا بنشتغل فيها التوك، التوك الخشب زي ديتي، او نشتغل عليها الشماعات، او نشتغل عليها برضو الزراير تمام. فبنحط اللوح الخشب فبيقطع عليها الحاجه اللي احنا عايزين نشتغل عليها. وريني مثال كده. ماشي. مثال زي حضرتك زي ده بجميع الاشكال، في شكل المثلث، شكل المثلث وشكل المربع، وبرده شغل تاني زي كده اللي هو الشغل المطقم للتسريحه.
موضوع كورونا بتتعاملوا معاه ازاي هنا في الشغل؟ حضرتك بنتعامل بيه بالكحول طبعا، بنرش بيه وبيحصل تباعد. يعني انتوا داخلين بتعقموا مثلا او كده، ولا هو كل واحد معاه الازازه بتاعته؟ بين الاثنين بنتعقم وكل واحد معاه الازازه بتاعته، وبنحاول نبعد اكتر مسافه ممكن. استاذ احمد، استاذ محمد طارق معاكي، استاذ احمد زوجك. اهلا بيك استاذ محمد، نطلع نشوف الناس. ايه بقى هنا المكان هنا اللي هو للتصنيع الشغل؟ شغاله هنا من امتى؟ ليا 3 سنوات. طب ايه طبيعه شغلك؟ ايه التسريحات والنشوط والحاجات ديت؟ يعني مفارش. المفارش اللي هي السفره والمفارش اللي هي الستان ديتي. ايه بتشتري من هنا ولا ما بتاخديش منتجات المكان؟ لا، المنتج جميل عشان كده بناخد منه احنا. لي 10 سنين معاه، كويسين الحمد لله، واستاذ محمد الشريف يعني راجل محترم جدا. كلمينا عن طبيعه الشغل اكتر. يعني شغاله الوقت كده في الطقم من حته اللي هي الطاوله بتاع التسريح، دلوقتي احنا شغالين فيها وبنخلص الطقم على بعضه وبعد كده بنروح التشطيب. كده التشطيب بقى هنا على الترابيزه. قايل لنا بقى من الاول كده، ورينا بتعملي ايه. بنحط الستانه دي نفرشها. ده مفرش ايه؟ ده مفرش ترابيزه، نحط عليه كل كده ونظبطه حلو. طب شغل التشطيب ده سهل ولا صعب؟ لا، في حاجات صعبه وحاجات بردك كده. يعني اصعب حاجه بتقابلك ايه؟ اللي هي الجبيره، اللي هي اللي احنا بنشطبها وبنعملها مثلا بالمكوى زي كده. هنا بقى حضرتك المكان اللي هو بيتشطب فيه الشغل وبيجهز خالص. نمسك المفرش كده نشيل الزيادات دي. استاذ محمد برده الله يبارك له، يعني هو فاتح بيوت ناس كتيره. انا هنا بشرف على الشغل بعد ما بيشطبوه، وبشوف ان كان في عيوب برجعه. هنا في التشطيب في غلطات بترجع، وبعد كده بيروح على المكوى ويجي ويتطبق ويتكيف. لازم الشغل يطلع حاجه حلوه، عشان الاستاذ محمد برضو الراجل كويس معانا، ونطلع له الشغل انتاج نظيف عشان ايه ما حدش يتكلم عليه. وكمان الاستاذ محمد بقى بيشجعنا. هنا دلوقتي الجزء اللي هو فيه القص وتجهيز الشغل من البدايه. يعني قول لنا ايه طبيعه الشغل عليها. اوكي، اهلا بيك يا استاذ محمد، نورتنا النهارده. وطبعا انت اول مره تشوف التقرير، كلام العمال عنك يعني حاجه جميله جدا. الحمد لله رب العالمين، مبسوطين بلقائكم، مبسوطين بوجود حضرتك معانا النهارده. انا اللي اسعد والله. طب ممكن حضرتك تكلمنا عن بدايه الشركه ونشاتها؟ بدايه الشركه كانت بدايتها من 2003. بدات بورشه صغيره، ثم ان احنا بنسعى دلوقتي ان هي تكون احد الشركات الكبرى في مجال المفروشات في مصر ان شاء الله. فان شاء الله دي خطوه على الطريق باذن الله رب العالمين. ان شاء الله، من نجاح لنجاح باذن الله. يا رب. تسلم. ان شاء الله. طيب عايزين حضرتك تكلمنا عن موقع الشركه بتاعت حضرتك. ليه اخترتها في قريه مش في مكان مثلا صناعي زي مثلا العبور او 6 اكتوبر؟ اولا انا بالنسبه لي القرى الريف المصري قرى بعتبرها في مجال الصناعه زي البيانو. تمام، اللي هو بنعزف عليه. تمام، صدقيني القرى الريف المصري في بيطلع منها احلى سيمفونيه. لكن المهم ازاي نقدر نوجه نظرنا ليها وازاي نطلع منها كل حاجه كويسه باذن الله. مكان القريه، تمام، ده في طريق المريوطيه سقاره السياحي، قريه العزيزيه. القريه دي فيها او مش القريه دي عموما، يعني قرى الارياف عموما سلاح ذو حدين، يعني بيخرج منها يا اما تطرف، ارهاب، الكلام ده كله. فده دورنا ان احنا ازاي نقدر نحول الناس دي ان هي تكون ناس منتجه. طب سؤالي يا استاذ محمد لحضرتك، هل فعلا الشباب استجابوا وطوروا من نفسهم، او في شباب كانت جايه ما تعرفش اي شيء وحضرتك علمتهم ووصلوا لغايه ايه؟ ده الطبيعي، ما فيش حاجه اسمها الشباب هيستجيبوا او الناس مش هتستجيب. الطاقه البشريه اهم شيء، ازاي تعرف اهم شيء ان هي ازاي تقدر تستغلها. تمام، الطاقه البشريه تقدر تعمل اي حاجه، الدنيا دي كلها مسخره علشانها. اكيد، واخد بال حضرتك. فلا، الموضوع خد وقت، يعني الموضوع اخذ معايا وقت مش قصير، لكن في الاخر كانت النتيجه كويسه جدا يعني. وزي ما حضرتك شفت في التقرير، الناس مبسوطين جدا، مبسوطين وعاملين ازاي يعني. طب كلمنا اكتر برضو عن المشاكل اللي قابلت حضرتك في البدايه. المشاكل اللي قابلتني هي بتقابل اي شيء. تمام، بس المهم هنا الصمود، وازاي نقدر نواجه التحديات اللي بتواجهنا. فدي يعني رسالتي لكل شاب. تمام، اصبر واصمد، وفي الاخر هتجني حاجه كويسه. تمام، طبيعي ان هيبقى فيه مشاكل، وطبيعي ان هيبقى فيه تحديات، بس ازاي نقدر نقاوم ونصبر. طب سؤال لحضرتك، ليه اخترت الشركه في المكان ده؟ حضرتك قلت
علشان ان شركه في العزيزيه ما اخترتهاش في مكان تاني زي شركات تانيه كبرى. هل فعلا في حاجه تقدر تقدمها للناس اللي بتشوفنا علشان يقدروا ينموا الريف وينموا المجتمع؟ الريف المصري فيه مشاريع كتيره، وده اللي شايفينه في توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو بيطالب بتطوير الريف المصري. بس هل هو تطوير الريف المصري هل ان احنا ننظف الشوارع ونزرع الجناين والكلام ده كله؟ لا، قبل ما تخليني يعني اشم الورده خليني ازاي اعرف ازرع الورده. تمام، فده شيء مهم جدا. الصناعه ده الدور، الصناعه هي سر تقدم البلد باذن الله، وده الدور اللي اكيد الدوله بتسعى له، وده الدور اللي احنا المفروض نشتغل عليه يعني. طيب بالنسبه لاي حد بيحاول ان هو يبدا مشروع بس متخوف مثلا انا هل هنجح ولا هفشل، ابدا ولا ما ابداش؟ بيبقى في شباب كتير جدا عندهم افكار كويسه ولكن بيبقوا متخوفين جدا في البدايه، فانت شايف اللي عايز يبدا مشروع ممكن يعمل ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه، يعني انا المجال ده من 2003، انا كنت موظف في الشركه فسبتها. تمام، طبعا واجهت حرب شرسه زي ما قلت لحضرتك. تمام، حته ان انا هنجح او افشل، الفشل هو الانسحاب. تمام، مخترع اللمبه اخترعها في كم الف محاوله، في 30,000 محاوله، ما اسمهاش محاولات فشل، ما سماهاش محاولات فشل، محاولات لم تنجح. الفشل ان انت تنسحبي، اصبر مره واثنين وثلاثه وفي الاخر هتلاقي نتيجه كويسه. تمام، ما تنسحبش، الانسحاب هو فشل. طب هل حضرتك خلال الفتره اللي انت اشتغلت فيها، انت حضرتك بادئ برضو من فتره كبيره، يعني قبلك مشاكل كتير، ان انت فعلا حسيت بالفشل بعض الاحيان وعملت ايه، اتصرفت ازاي؟ اكيد عدت عليا اوقات، بعد يعني قعدت اوقات كتيره اقع انجح افشل، بتحصل لي ضربات كتيره في حياتي حسيت فيها بالفشل، بس في نفس الوقت هو كنت بصراحه يعني كنت بتفرج على برنامج كان بيستضيفه الدكتور احمد بهجت، فبصراحه وانا بسمع البرنامج الراجل قال الفشل انت تنسحب، وكان دي رساله جايه للواحد ان هو يصمد ويستمر. طب استاذ محمد خليني اسالك سؤال مهم جدا، الاهل ليهم دور في نشأة حضرتك ونجاحك؟ لان في اهل احيانا بيكونوا ضد اللي انت تشتغل في التجاره ولازم ان تشتغل كوظيفه حكوميه، الاهل كان لهم دور في حياتك؟ هو الاهل زيهم زي للاسف، هي ده طبيعه الشعب المصري، ان هو اهم حاجه عنده الدراسه. تمام، يبقى عنده ده حقيقي، ده الفكر السائد حاليا، ده الفكر السائد عندنا. ان يبقى عنده ثلاث ابناء، الثلاثه عايزهم شهادات عليا. تمام، لكن لو جينا بصينا لدول اخرى زي سوريا مثلا، لا ما عندهمش الكلام ده. استاذ محمد حضرتك شخصيا ناجحه جدا، قدوه لكل شاب عايز يجتهد ويوصل. انا مبسوط جدا بوجود حضرتك معانا، مبسوط بوجودك معايا دعاء. انا مبسوطه اكتر، وبشكرك جدا يا علي، وبشكر استاذ محمد، ومبسوطين جدا باللقاء النهارده مع حضرتك. انا اسعد جدا، ويا رب دايما في نجاح اكتر باذن الله. وشكرا جدا على الهدايا اللي حضرتك فرحت بيها ناس بسيطه جدا، يعني حقيقي كانت حاجه كويسه قوي من حضرتك، فبنشكرك جدا، وبنشكركم النهارده على الحلقه، ويا رب تكون عجبتكم، واستنونا في حلقه جديده يوم السبت الجاي ورساله جديده من برنامجكم رسائل. باي باي.